هاتان السورتان استعملهما يا أخي كل ليلة مع آية الكرسي، مع الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، مع قل هو الله أحد، يحصل لك خير كثير، ولا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وما أصاب بعض الناس الآن وكثر في الناس من الضيق والقلق والمرض النفسي إلا بسبب الإعراض عن الأوراد الشرعية، ولو أن الإنسان استعمل الأوراد الشرعية صباحا ومساء لانشرح صدره وزال عنه هذا الوسواس. العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقت العين، والإصابة بها ثابتة، ولكن ما الذي يقي الإنسان من العين؟ الذي يقيه أن يتعوذ بهاتين السورتين، إذا تعوذ بهما بصدق كفاه الله تعالى شر كل عائل، ولكن يكون بصدق ما هو تجربة حقيقية، يعني يؤمن بأن الله سيعيده من كل حاس من شر كل حاسد إذا حسد.